النهارده يعني شفنا اخبار ممكن تبقى غريبه شويه. هل ممكن ان تتخيل يا شيف، عارفين فيلم ايرون مان؟ طبعا عارفين فيلم ايرون مان؟ ايرون مان ده وكان بيلبس البدله اللي هي كلها حديدي الحديديه دي، وكان بيطلع بيها وبيروح بيها اي مكان. الجدير بالذكر انه فعلا حصل ان في واحد مخترع عمل البدلة الحديدية دي، بتطلع لحد 33 قدم، فيها 5 محركات. حضرتك لو عايز تستلفها يا شيف، تفتكر تستلفها بكام؟ ادي كده مبلغ 400، واهي البدلة اهي. هو دلوقتي بيعملها، اسمه ريتشارد، لو انا بنطق صح اسمه ريتشارد براونينج، اوكي. وهو عملها بخمس محركات، بتطلع لحد 33 قدم، وبالفعل هتلاقي صور دلوقتي بيطير فيها، وممكن يبتدي يروح بيها اماكن. واعتقد ان قدام شويه، يعني بجد سبحان الله، يعني هم بيعملوها على انها افلام كده، افلام هزار يعني وانترتيننج، لانه ممكن ما تحصلش، وفجاه دي بدله حقيقيه، ده مش بوستر في فيلم، ويطلع بيها عادي. لو حد بقى عايز يستلفها يا جماعه، يستلفها ب 440,000 دولار. ده في قد ايه؟ فقد مش ايه؟ هتفرق والله، مش هتفرق المهم في بس اليوم، يعني المهم انت هتدفعيها يعني؟ سلبي يعني. يعني انت النهارده هتدفعيها حتى لا لو في طبعا. الشهر؟ اكيد لا طبعا. يعني المواضيع بقت، تخيل كده انت بتتفرج على فيلم وتتخيل ان هو ابعد ما يكون عن الواقع، وبعد كده بيحصل. الخبر الطريف التاني بقى، انت ايه اكتر حاجه يا باسم سرقه استغربتها؟ ايه اكتر سرقه حاجات استغربتها؟ اكتر سرقه لمبه بيتنا. انا اللي بيتسرق الولاعه دي اكتر حاجه بتتسرق، انما اغرب حاجه تفتكر ايه يا شيف؟ اغرب حاجه اتسرقت في العالم، ها فكروا ايه. ممكن مثلا تقول لي فازه، لوحه، اي حاجه. اغرب سرقه اتسرقت في العالم، سرقه كيك في مانهاتن. اتسرق كيك، ما عندك حد كان بيشتغل في محل كيك، قعد يسرق في الكيكس بتاعتهم وهي كانت غاليه، لحد ما وصل عدد السرقات ل 1025 كيكه، يقدر ثمنهم ب 89 ألف دولار، 250 دولار. الراجل طول ما هو قاعد ديليفري مان، يروح يسرق، يفتح الفريزر، يسرق، يفتح الفريزر، يسرق، ويدي للمحلات التانية، لحد ما المحلات التانية بقت تباعها ديسكاونتد. الشركة عرفت وسرق الحاجات دي كلها، وراحوا علشان يرفعوا قضية سرقة كيك ب 89 ألف دولار. أخبار غريبة جدا جدا، مش هنعلق عليها. يعني كيك ب 89 ألف دولار والراجل بيأجر البتاع ب 440 ألف دولار، يبقى خلينا